عندك متعصب بعد نهاية المباراة يعني بشكل غير طبيعي، هاي تعصبك دائما على المباريات المنتخب الوطني؟ طبعا هو اي واحد يكون عنده غيره على المنتخب، وهاي احنا يعني احنا كلاعبين ادوا عليهم طلال الثلاث مباريات تقدموا عليهم، بس احنا نرجع دائما المدرب من اولمبياد جينيريو كان مدرب جبان وجبان فنيا وخايف، يعني ما ابدي من المباراة بهجوم اثنين، يعني شنو الضرر اذا لعب بهجوم اثنين؟ يعني احنا ثلاث مباريات مع المحلي نقول يابا لازم تلعب مع مهاجمين، هسه كتنش يلعب يعني في اغلب المباريات يلعب مهاجم واحد، من ننتقده؟ نقول احنا كل لعبه لها ظروفها، بس انت هاي لعبه يعني راح تصعدك، يعني احنا ليش ما نقدر نلعب مهاجمين؟ يعني مو حالنا حال المنتخبات البقيه. اسباب الخساره؟ اسباب الخساره المدرب والاتحاد. كان المفروض يفوز بذيك اللعبه، و يعني وضع نفسه انه تحت انه الا يفوز على فريق تايلندي معاد مدربه الياباني اللي صار له فتره وياه ويعده اعداد جيد، وبالتالي على ارضه وجماهيره، وبالتالي يعني وجد نفسه انه تحت ضغط كبير، واكيد هو متاثر بالاوضاع اللي تصير بالبلد، وبالتالي قدم ما عليه وتعادل. الفرق كلها تتطور، ما ظلت تايلند مثل قبل انه نصور نغلبها بسهوله، لا الفرق تتطور بالذات من الفئات السنيه. اذا الفرق كلها تتطور احنا شنو؟ يعني الرياضه وبالذات كره القدم حالها حال بقيه القطاعات تتاثر بكل هذا الشد والجذب السياسي والامني اللي دا يصير بالبلد. يا ريت لو ما تقطعون اللي نحكي، رسالة نوجهها للاتحاد. الموضوع الخارجي اكيد راح نتعامل، ما عندنا احنا كل موضوع خارجي، بس نقولهم للاطراف المتصارعه، نقولهم عيب عليكم شوي، استحوا اشتغلوا للعراق، حبوا العراق، تركوا المناصب، تركوا العماله للدول، تركوا كل شيء، بس حبوا العراق احنا بخير. لو كان عدنان او عبد الخالق او اي واحد يحب العراق ما وصلنا الى دعاوي ومحاكم، احنا نقول الله يساعدك يا عبد الغني شهد، منتخب كامل استعداده ويوصل للامارات وتسحب منه 7 من التشكيله الاساسيه، لاعب العراقي يوميته $50 يابا في دور وحلك. مع احتراماتي ابو الستوته احسن من اللاعب العراقي. اذا هذا هي